تابعت معنا كانت تواجد اليوم بثانوية الفتح التأهيلية بالصويرة الجديدة، حيث أن الجمعية نظمت يوم تحسيسي تواصلي خاص بالتلقيح من تأطير الدكتور شرقي شكار والدكتور عزيز السعدي، بالإضافة إلى ورشة للرسم حيث استفاد التلاميذ من مجموعة من الجوائز تشجيعية وتحفيزية. كنت شوية بعدا وباغيين يفهموا، لأن المشكل اللي كاين عندهم ربما تيسمعوها في الدار عندهم، أش هذا الفاكسان مزيان ولا ماشي مزيان، أش هذا اللقاح خصنا نديروه ولا ما خصناش نديروه، يعني شكون الناس اللي يديروه. يعني الحمد لله دوزنا واحد لو ديالوغ بيني وبينهم، بينا باش فهموا بان هذا الفاكسان مزيان ليهم وخصهم يديروه، ماشي هما يديروه، العائله ديالهم، الناس اللي محتاجين ليه، يعني على حساب كما دايره وزاره الداخليه من 45 الفوق والناس اللي عندهم امراض مزمنه. وان شاء الله وقلت لهم بان خصهم الى عيطوا لهم يجوا في ذاك النهار، ماشي ذاك النهار ما يجوا شيء، ويجوا في النهار الثاني عاود ثاني فاش خصهم يرجعوا ثاني، ما ينقذوش الوقت فاش داروا الفاكسان. والفاكسان راه مزيان، وغادي الى درناه 70% غادي ولا 70 ولا 80% ديال الناس اللي خصهم يديروه داروه، غادي ان شاء الله هاد العدوى هادي غادي نتغلبوا عليها وننتصروا عليها ان شاء الله، وكل شيء ونتمنوا الخير باذن الله سبحانه وتعالى. اسم ديالي جيهان اخضران من مؤسسه من ثانويه الفتح التاهيليه. اليوم كان حافل بالمعلومات والانشطه اللي كنت منخرطه فيها مع الاصدقاء ديالي. استفدنا مع الدكتور السعدي مجموعه من النصائح والمعلومات اللي صراحه فادونا بزاف بخصوص فيروس كورونا اللي معروف انه انتشر في هذه السنه، وهذه المعلومات كتضمن اللقاح اللي قرر المغرب انه يقوم به. بمشاركة جمعية بسمة الخير وإدارة المؤسسة والهيئة التربوية، قمنا اليوم بواحد حملة تحسيسية حول أهمية التلقيح بالنسبة للتلميذات والتلاميذ ديال المؤسسة، وكان نشاط الصباح مع السيد الدكتور الشرقي اللي عطى واحد محاضرة من تقريبا ساعة ونص وكانت مفيدة بالنسبة للتلاميذ وكانوا خرجوا فرحانين. واليوم في هذه العشيه هذه راه ثاني كملنا النشاط، نفس الشيء كاين الرسم في واحد القاعه، ورشه ديال الرسم حول دائما الموضوع هو كورونا والتلقيح لمحاربه كورونا، وكاين نشاط نتسناو الدكتور دابا الان غادي يقوم بواحد المحاضره في نفس الموضوع. وشكرا.